حنا اليوم في واحد الحرب ضد الفيروس كوفيد 19، ولابد ما خصنا الأسلحة. السلاح الأول هو ما نخرجوش من ديورنا، وهذا هو السلاح اللي مهم واللي مفيد واللي كيقينا 100%. كيبقاو المسائل الأخرى اللي كل شيء كيتذكر عليها، اللي الوقاية، اللي كنقيو، واللي كنغسلو يدينا، كنحيدو الصبابط إلى آخره. هذه مسألة كل شيء ولات في بال اليوم. والمسألة المهمة اللي بزاف هي أن هاد الكمامات اللي ولات ضرورية وكذا، والناس كلهم خصهم يديروه. فخصنا ندير واحد التذكير اللي هو قصير. كاين عدد كثير من أشكال ديال الكمامات. كاين هاد الكمامات هادو اللي FP2 واللي كيديروهم غير لي بروفيسيونيل، واللي هما قلال وما تحاولوش تقلبوا عليهم لانهم قلال وماشي موجودين. حتى حنا الاطباء عندنا مشكل باش كنلقاوهم، وهما فيهم جوج ديال الاشكال كيف ما كتشوفوا. وكاين هاد الكمامات هادو اللي ديال اللي تا هما كيديروهم لي شيروجيا، ودابا اللي ولاو موجودين في الاسواق، ويمكن اي واحد يقتنيهم وباثمنه مهمه. المهم هو كيفاش نديرو هاد الكمامه، لان ماشي الفائده غير ندير الكمامه، خصني نعرف حتى كيفاش غادي نديرها. اولا قبل ما نديرها خصني يدي يكونوا نقيين. علاش؟ لان ملي غادي ندير هاد الكمامه ما غاديش نعود نقيس فيها، خصني نحكمها مزيان على الانف ديالي، وخصني ندير هكا في ودنيا. فملي كنديرها ما خصنيش نقيس في هاد البلاصه هادي، تمام؟ لان الفيروس ملي كيجي غادي يلصق لي هكا، الا مشيت حتى قصت فيه راه وسخت عاوتاني يديا. الا بغيت نزولها ما خصنيش ندير لها بحال هكا ونشرب او نتكلم او ندير اي حاجه، لا هذا خطا. ما خصنيش تكون هنا، حيت انا شفت في الشارع وفي في السيارات بزاف الناس دايرينها، ولكن دايرينها بحال هكا.